في محافظة الأقصر افتتح طه بخيت وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر المعرض السنوي للمنتجات الزراعية، وذلك بمدرسة الثانوية بنات بحضور موجهي ومدرسي التربية الزراعية ومدير إدارات السبع المشاركة بهذا المعرض. نتابع. هي السنة دي يعني في تنافس بين الإدارات دايما، يعني هم لما بيجتمعوا هنا مع بعض بيبقى في تنافس شديد بينهم. فالسنة دي في كذا منتج يعني معمول جديد السنة دي، زي مثلا لو وديتك مثال يعني مثلا في مربى الموز، يعني كانت من الحاجات اللي هي جديدة. في مثلا شربات البنجر، ده طبعا ليه فوائد كتيرة وبتاع، فمعمولة معمولة معمول يعني بطريقة مختلفة، وممكن يبقى مخلل ممكن يبقى مسلوق، لكن المرة دي معمول مشروب، برضه كان منتج جديد مع أم المؤمنين الثانوية بنات. في حاجة تانية برضو جديدة، في معلمة يعني عملتها مربى اسمها مربى الفيتامينات، هي ادتها الاسم ده، هي ابتكرت الاسم ده من عندها. هي عبارة عن برتقان وعبارة عن جزر وعبارة عن بنجر برضو. احنا ادارة الاسر تعتبر ادارة اولى بالنسبة للأسر، سبع ادارات لكن هي الأسر ادارة اولى، فاحنا طبعا بنحاول ان احنا نتميز. احنا يعني بيتميز مش بنتميز، احنا كنا مكملين لبعض، بس بنحاول كل سنة نعمل حاجة جديدة بنظهر بيها يعني ايه تجديد لينا. في السنة دي مثلا عملنا مربة موز ما كانش موجودة قبل كده، عملنا مخلين مانجا، الموز عملناه مربى، يعني احنا بنستغل موارد البيئة الموجودة عندنا في الإدارة، فاحنا عبارة عن تجديد. وبنعمل برضو تمليح ملوحة، لسه مشهورة برضو بالحاجات دي عشان النيل، فاحنا إدارة قصة تعتبر يعني تمييز، يعني هو كلنا واحد مكملين بعض وإدارة واحدة، بس احنا بنحاول تنافس بين الإدارات عشان كل واحد يظهر الموجود عنده والمقدور في البيئة بتاعته. السعادة التنظيمية كل أصلا مستعدة على جميع الإدارات على أساس إن كل عملية تصنيع ومعمول النظام المخللات والحلويات والمخبزات بنشوف عليهم ان انا بعمل ورش عمل قبل المعرض بشهر كده على سنة التجهيزات دي بتتم عشان خاطر يتم ايه عرضها في المعرض العام على مستوى المديريه. المعلمين من اول ما بتدي الدراسه في الترم الثاني واحنا بنبتدي نستعد للمعرض، بنبتدي نستعد للمعرض التربيه الزراعيه بيكون على مستوى الاقصر بكله بيتكلم عنده، لان بيبقى مش شامل كل جميع المنتجات من مخللات وعصائر ومربات ومملحات، ويعني كل جديد بيجي كل سنه بيجي في حاجه جديده. فاحنا حاولنا السنه دي ان احنا نعمل حاجات مختلفه، يعني عملنا تجميد وعملنا منتجات البان وجبنا قريش، عمل والله في حاجات كتيره. يعني في اداره الزاني عاملين منتجات البان وعاملين مجمدات بسله، يعني كل اللي حوالين البيئه.